موضوع بحثنا العلمي أول شيء ببلش بتثمين أو إعطاء قيمة مضافة لمخلفات الزراعة أو الصناعة، مثلاً ورق الزيتون، تفل العنب. بيبقى بقلبهم مضادات للأكسدة كتير مهمة وفينا نستعملها بعدة صناعات مثل الصناعة الغذائية وصناعة التجميل. فبالمرحلة الأولى نحن عملنا براءات اختراع على كيفية استخراج هالمواد من هالمخلفات الزراعية. بالمرحلة الثانية بنعمل طريقة كمان مبتكرة لتغليفها بجزيئات نانوية كرمال توصل بطريقة فعالة أكثر على البشرة. بالمرحلة الثالثة بنجرب نلاقي تطبيقات واعدة وجديدة، مثلا حاليا كنا عم نشتغل على الحروق أو أمراض الصدفيات بالجلدية وعدة أمراض جلدية تانية لحتى نعطي فعالية أكثر للكريمز الموجودين حاليا بالسوق. طبعا نحن كباحثين هدف بحثنا العلمي لازم يكون خدمة المجتمع وكمان خدمة الصناعة، فعم نحاول هلأ هالابتكارات العلمية انه نعمل لها تطبيقات واعدة ضمن صناعات وطنية محلية. نحن دعمنا من جائزة الليرة الصناعية الوطنية اللي كمان نفتخر فيها لتحفيز هالعلاقة بين الأكاديمية والصناعة، وطبعا كان عنا كمان دعم من الجامعة اليسوعية وكمان دعم انترناشنال لحتى نقدر هالابتكارات العلمية يصير عندها تطبيقات واعدة. المضادات للأكسدة الطبيعية عندها كذا تطبيق واعد لأنها هي ناتشرلي أو بطريقة طبيعية مضادة للأكسدة، مضادة للبكتيريا، مضادة للفطريات، أثبتت الدراسات كمان أنها مضادة لكذا نوع من السرطانات أو الأمراض الجلدية، وعم بتساعد بالحروق بشفاء الحروق وبتضميد الجروح. فنحن عم نستخرجها من بطرق طبيعية وصديقة للبيئة، عم نغلق نلفها كمان بطرق طبيعية وعم نحطها ضمن مستحضرات إذا بدك تجميلية أو حتى فارماسيوتيكال حتى نقدر نساعد على الشفاء، وكمان هي مضادة للشيخوخة. بأول المسيرة بيكون واحد أمنيته الكبيرة أنه يحقق كتير قصص بالمجتمع على الصعيد المهني. حالياً أمنيتي حقق أكتر على الصعيد الإنساني، أن يكون إذا بديك قدوة، يعني بس تسألي مين بتعرفوا نساء عالمات بيقولوا لك ماري كوري. ماري كوري لها أكتر من 100 سنة. فنحن هلأ بعصر في فقدان لصورة المرأة بالعلوم، وأنا أمنيتي هلأ أني أقدر أعطي إنسبيريشن كتير من السيدات أو النساء أو الطلاب يعني عندي بالجامعة أنهم يكفوا دراستهم للآخر وأنه يكون عندهم استقلالية مادية كما قالت سيمون دو بوفوار كمان نقدر نقوم بالمجتمع. مثل ما اكتشفنا هلأ بجائحة كورونا أنه نحن بحاجة ل 100% من المجتمع لنقدر نكافح الأمراض. فإذا كان في ابتكار هو بفكر امرأة، في احتمال كثير ضئيل انه هالابتكار يشوف النور لانه النساء ما عم تتوجه مزبوط للعلوم. فنحن بحاجه لكل القوة البشرية تنكافح المشاكل البيئية اللي عم نعاني منها والمشاكل الصحية اللي عم نعاني منها. لهالسبب كثير مهم تشجيع وانكلودينج وومن ان ساينس، لانه مثل ما قالوا العالم بحاجة للعلوم والعلم بحاجة للمرأة.